اليوم أيها الأحبة الأحد الرابع من شهر بقون المبارك، ومن خلال قراءات اليوم في رسالة من السماء لنا جميعا. هذه الرسالة عبارة عن سؤال: في محبة حقيقية في قلبك ولا محبتك شكلية؟ إن كان عندك محبة حقيقية فأنت على صورة ربنا يسوع له كل المجد، ولكن إن كانت محبتك شكلية فأنت محبتك زي أهل العالم بالظبط. الإنجيل النهاردة زي ما سمعنا بيقول: إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم. طيب إذا كنت أنت عايز يبقى عندك محبة حقيقية تعمل إيه؟ تعمل زي ربنا يسوع له كل المجد. ربنا يسوع له كل المجد إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، ومع ذلك صنع فيهم كل خير، كان يقول يصنع خيرا. الأعمى منهم فتح له عينيه، الأبرص منهم طهر برصه، الميت منهم أقاموا، اللي فيه روح نجس أخرج الروح النجس منهم. كان يقول يصنع خيرا برغم إنهم كانوا رافضينه. كانت النتيجة إيه؟ إن العالم كله أصبح مسيحي في فترة وجيزة، وأمنوا بالمخلص له كل المجد. وإن كنا من محبتنا زي أهل العالم، اللي هيديني هدية هرد له الهدية، اللي يقول لي كلمة حلوة أقول له كلمة حلوة، اللي يقول لي كلمة وحشة هردها له، اللي يشتمني هرد له الشتيمة، اللي هيعمل موقف ضدي هتحين الفرص علشان أعمل موقف ضده. لا أيها الأحباء، رسالة السماء لينا إن احنا نتشبه بربنا يسوع له كل المجد كما تشبه به القديسين. في ناس عملوا زي ربنا يسوع، نعم، ادلنا مثل عن السامر الصالح برغم انه صنع الخير مع واحد بيكرهه عدو ليه، اللي من اهل جنسه تركوه، الانسان اللي كان مجروح على الطريق اللي بهدلوه مسوق اللصوص، لكن غريب الجنس أول ما شافه حن قلبه، نزل على الأرض، طيب جراحه وحمله على دبته وداه الفندق واعتنى بيه، عمل زي ربنا يسوع له كل المجد. النهاردة في السنكسار عيد القديس العظيم موسى الأسود، مين اللي غير حياة موسى الأسود؟ رهبان دير البراموس، ولا سيما القديس إيسيزوروس. كان شكله ايه القديس موسى الاسود قبلا؟ كان انسان فاجر شرير، مش خاطي بس، لا، كان فاجر وشرير. مين غيره؟ المحبه الحقيقيه اللي الاباء استقوها وتعلموها من ربنا يسوع له كل المجد وقدموها زي ما هي بدون فلسفه. في الزمن القريب لينا إبراهيم الجهري، زي ما قلت المرة اللي فاتت، يعني مثلا صفحة الفيسبوك، أنا فاكر لما كنت كاهن جديد كان في واحد من الناس اتصرف معايا تصرف غريب، غلط بالكلام، وكنا لسه بنعلم في قرية اسمها بطرس مقار في الفيوم، أطفال صغيرين كده، وكنا بندي لهم قصة إبراهيم الجهري. فأنا قاعد كده على الدكة وحاطط إيدي على خدي زعلان، أنا ما كلمتش الراجل اللي عمل كده، لكن لقيت الطفل الصغير بيطبطب عليا بيقول لي: يا أبونا فلان أنت زعلان ليه؟ اعمل زي إبراهيم الجهري. القصة اللي أنا اديتها لهم بيقول لي اعمل زيه زي إبراهيم الجهري. وانا برجع لذكرياتي بتاعت ايام
المجد زمان لما كنا بنتعب في خدمة القرية مش مرتاحين زي دلوقتي. وافتكرت الموقف ده، بعته على الفيسبوك للتعليم، لأن دي تعبير كل المحبة المسيحية، تعبير محبة المسيحية المحبة الكاملة في الموقف الصغير اللي عمله إبراهيم الجهري اللي احنا بنتناساه، لكن هو موقف كبير جدا عظيم، لأنه موقف سمائي بتعلمه من ربنا يسوع له كل المجد شخصيا، زي القديسين والشهداء والمعترفين كل دول اتعلموا من ربنا وقدموا المحبة الحقيقية. في ناس كتير كتبوا تعليقات عن إبراهيم الجهري قد إيه عظيم وقد إيه جميل، لكن في تعليق غريب قوي زعلني. واحد قال لي إيه، ولا واحدة، بس مش في الزمن ده يا أبونا فلان يحصل كده، ما ينفعش يحصل كده في الزمن ده. مين قال لك؟ كلمة ربنا أمسا واليوم وإلى الأبد، كلمة ربنا يسوع وصيته إلى كل الأجيال، مش لزمن محدد ومش مع فئة معينة من الناس، دي موجهة للكل. اللي عمله إبراهيم الجهري نقدر نعمله في الزمن ده وفي الزمن الآتي لحد المجيء التاني، المهم ننفذ الوصية. هي دي محبة ربنا يسوع اللي غير موسى الأسود، المحبة الحقيقية اللي في الآباء الرهبان، إزاي يتعاملوا معاه بالتضاع برغم شره وبرغم قساوة قلبه وفجوره. لكن برضه في أب راهب كان خلى كاهن وثلي يغير فكره خالص بسبب المحبة الحقيقية اللي من فضلة القلب يتكلم اللسان زي ما قلنا بالروح القدس الحد اللي فات. القلب يمتلئ بالمحبة، اللسان ينطق بالمحبة. ففي أب راهب من دير البراموس معدي كده مع واحد قدام واحد كاهن وثني، فالكاهن الأب الراهب قال له: صباح الخير أيها الكاهن النشيط. فابتدى، طب قبليك كان في واحد برضه قال له كلمة وحشة كده يعني. لما شاف الأب الكاهن الوثني ده في سكة، راح مغير الطريق تاني من الناحية التانية وبص له كده. المرة الجاية لما قابله الراهب ده وقال له: صباح الخير يا أيها الأخ النشيط أو الكاهن النشيط، اتبسط قوي، قدم له كلمة طيبة من فضلة القلب. هي دي محبة ربنا يسوع له كل المجد، اللي تقدم المحبة للكل دون تفرقة. يؤسفني جدا ان يكون في حد في الكنيسة بيحضر القداس وبيتناول ومتخاصم مع حد يقول انا كنت جنبه بس ما قدرتش اسلم عليه. قد ايه الألم يعتصر الإنسان في الوقت ده. احنا اولاد ربنا يسوع اللي اتعلمنا منه السلام والفرح والمحبة والصلح والغفران والمحبة، نبقى واقفين مش قادرين نسلم على بعض حتى في الكنيسة، قد ايه ده؟ طب قد ايه حزنه هو بقى وحزن قلبه لما يشوف اولاده بالشكل ده. على فكرة اللي ما يحبش أخوه ولا يحب ولا ينفذ الوصية بتاعت ربنا يسوع المسيح له كل المجد حسب ما قال في الإنجيل، هو بيستهين بصليبه. اللي ينفذش وصية المحبة كما طلبها ربنا يسوع بيستهين بالصليب. ليه بيستهين بالصليب؟ لأن الإنسان اللي ينفذش المحبة ده ما أصبحش قدوة ومثل، ما أصبحش هو المثال الشخصي الرائع المسيحي اللي الناس تبص عليه وتشوف فيه المسيح. فلما الناس تلاقي واحد مسيحي سلوكه غير طيب، دي إشارة إن المسيحية ما بتعلمش حاجة طيبة، مع أنها غير كده المسيحية ديانة سماوية. بس الإنسان اللي ما بيطبقش بيبقى عثرة، وطوبة لمن يحصل فيه إيه؟ يكون سبب عصر الحد، طوبة الويل لمن يتسبب في عثرة حد، زي ما قال ربنا يسوع: الويل لمن تأتي بواسطته العثرات. فإحنا أيها الأحباء، دي رسالة من السماء النهاردة، إحنا عايزين نحب على شكل ربنا يسوع لكل المجد،
ولا على شكل العالم؟ لو على شكل العالم مش هتستفيد حاجة من الدنيا، هتموت وتنتهي بس حسابك عسير في الآخر. لكن لو على حساب ربنا يسوع، لو كل المجد، انت ممكن تظلم نفسك من أجل الناس عشان تريحهم لأنك بتحبهم. انت ما خسرتش حاجة، انت زدت محبة في عين الناس، ولما تنتقل من هذا العالم بعد عمران طويل مكانك في السماء. فاحكم الموضوع شوية، يعني فكر فيه وتعال على نفسك في كل المسائل. من مبادئنا المسيحية نخسر القضية ولا نخسر أحد. أخسر القضية مش مهم، أنا وأنت بنتناقش في مسألة شايفك أنت يعني منفعل، ومع أنك ممكن ما تكونش غلطان، ممكن تكون أنت اللي غلطان، لكن ما فيش مشكلة أنا أخسر القضية قدامك لكن أكسبك أنت. ما أخسركش عشان خاطر كلمة ولا عشان خاطر موضوع ولا عشان خاطر أي حاجة، لا، أخسر القضية لكن ما أخسركش، إلا إذا كانت قضية إيمانية داخل فيها صلب العقيدة. تغير إيماني؟ لا، ده استحالة، ده أنا مش أنت مش مهم، لكن مهم إيماني اللي موجود. لكن قضية مجتمعية بقى، قضية داخل البيت، في أسلوب حياة، في أسلوب تعاملات معينة، لا أنا مش مهم. حاجات مادية، حاجات إلى آخره، من المناصب علمية، مناصب اجتماعية، أي حاجة، لا مش مهم دي خالص، أخسرها تماما لكن أكسبك أنت، إلا في الأمور الإيمانية. فإحنا عايزين نعمل إيه؟ نفكر في كلمة ربنا يسوع النهاردة، الرسالة اللي بعتها من السماء، نحب على شكله هو، نحب العدو اللي بيغتصب حقنا نحبه ومش مهم، المهم إحنا نكسب الناس لأجل ربنا يسوع له كل المجد. ربنا يسوع يبارك حياتنا الإلهية كل مجد كرامة من الآن والأبد، آمين.